صدق في الحياة نجاة، نجاة من الحياة السوداء ومن الأفكار السوداء، ونجاة من حياة الكذب اللي مليئة بالظلام. الصدق هو أوسع باب ممكن نوصل بيه على حياتنا وراحتنا. الصدق هو أول حاجة لازم نربيها لأولادنا ونربيهم عليها ونعيشها معاهم. الصدق مش كلمة ولا عبارة، الصدق حياة بنعيشها باستنارة بنور الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بالصادق، وأكرمنا بأن يكون الصدق هي صحبة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيا رب الهمنا الصدق واجعلنا مع الصادقين، وبارك حياتنا بأنوار نظرك إلينا عندما نكون في معيتك بصدقنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين.